النقطة المهمة إن إحنا شغلنا الشاغل كحكومة في الفترة الجاية على إن السلع حتى اللي كان فيها نقص إن إحنا ندبرها، نتيجة لأن كان عندنا نقص في الموارد الدولارية، هندبر هذه السلع النهاردة ونتيحها للمواطن المصري، وكان على رأسها سلعة السكر. عشان كده امبارح خدنا قرار بالموافقة على استيراد 1,000,000 طن، والمليون طن دول اللي كانوا بيمثلوا الفجوة اللي احنا عارفينها في منتج السكر على مدار هذا العام. عشان كده كان التوجيهات ان نبدأ فورا بإجراءات استيراد اول 300,000 طن منهم، عشان فكرة الاكتناز والاخفاء والحجز تبقى كل الناس عارفة ان ده لن يجدي، لان احنا هنبدأ نوفر هذه الكميات الهائلة من منتج السكر في السوق المصري. كل هذه النقط انا حابب ان انا بأكد عليها، وعايز أكد مرة أخرى كل خطوات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري إحنا بدأناها بالفعل. امبارح يمكن كنا بنتكلم على موضوع إزاي اللي هو العام المالي 24-25 هيبقى فيه تركيز على موضوع الترشيد الحكومي في الاستثمارات، وعايز أكد مرة أخرى إن الخطة الاستثمارية للعام المالي 24-25 هتبقى معنية بقطاعي الصحة والتعليم، مشروع حياة كريمة اللي هو يمثل أهم مشروع للمواطن المصري، والحاجة الرابعة والأساسية التركيز على إنهاء المشروعات اللي مفتوحة واللي شغالة اللي وصلت فيها نسبة الإنجاز إلى 70% وأكتر، عشان ندخلها الخدمة بأسرع وقت ممكن، وإلا هيكون إهدار لكل الأموال اللي أنفقت عليها إن إحنا نكون وصلنا النسب إنجاز 70% ونتوقف. وبالتالي كل مشروعاتنا اللي شغالة لازم نخلصها، هي دي هتبقى خطتنا للعام المالي 24-25 عشان نسرع الخطى بهذه القطاعات المهمة جدا اللي تمس حياة المواطن المصري. شغلنا الشاغل الفترة الجاية ازاي نشجع القطاع الخاص انه يشارك الدولة ونتيح له المساحة الاكبر انه هو يبقى مساهمته في النمو الاقتصاد المصري تبقى هي الاكبر والاعظم، من خلال إجراءات كتيرة أعلن عنها وبنعلن عنها وحنستمر في الإعلان عنها في الفترة الجاية بإذن الله.